عيوني يا ساحر ساني، وهي اللي حمياني، وصايلة قلبي جوه مني محفوظ في قلب مني. عيوني يا ساحر سنداني، وفي محنتي شايفاني، رفعاني في وقت ضعفي، شايلاني في وقت همي. عيون يسوع، عيون يسوع، عيون يسوع، عيون يسوع، عيون يسوع. عيون يسوع دي قوة، ومنارة روحي جوه، وفي خوفي هي ظلي، هي رايتي وهي خلي. جفون وصر حماية، نظراتي وليا راية، شايف فيها ملامحي وبتحكي عنه. عيون يسوع، عيون يسوع. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وحلقه جديده من حلقات برنامجكم عيون يسوع. عنوان الحلقة النهاردة: نتغير إلى تلك الصورة عينها. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. كورنثس الثانية 3:18، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسي لضعفاتنا، بل مجرد في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حين عبرانيين 4:15، لأننا بالنظر إليه نتغير إلى تلك الصورة. لما نبص له هنتغير، لكن مش وأنا بعيد عنه. أي حد بيتعامل مع حد قريب منه بيبقى شبهه، واللي حواليه بيقولوا انتوا من كتر حبكم لبعض بتبقوا شبه بعض. فمن كتر ما احنا هنبص على كلمة الله، ونبص على عيون يسوع، ونبص على شخصه الكريم، هتاخد الصورة بتاعت رب المجد. معايا النهاردة الأسيس جون يوسف، راعي كنيسة نهضة القداسة بكمبوها. اهلا بك يا أسيس، نورتني، نورت مشاهدين كتري. اهلا بحضرتك. النهاردة الحلقة بتاعتنا عن كيف اتغير في نظرتي لكلمة الله. ازاي يعني ازاي اتغير، وازاي اعيش الحياة القداسة؟ اتفضل حضرتك. ربنا يباركك. هرجع مع حضرتك الآية اللي قلتيها الاول، اللي هي في كورنثوس الثانية 3:18. بيقول الكتاب: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، كما في مرآة نتغير الى تلك الصورة عينها، من مجد الى مجد كما من الرب الروح. هقول بس بعض الترجمات في الآية دي. مثلا في الترجمة اليسوعية بيقول كده: ونحن جميعا نعكس صورة مجد الرب بوجوه مكشوفة كما في مرآة، فنتحول إلى تلك الصورة ونزداد مجدا على مجد، وهذا من فضل الرب الذي هو روح. كمان في ترجمة الحياة، ودي ترجمة دارجة عندنا كتير، يقول كده: ونحن جميعا فيما ننظر إلى مجد الرب بوجوه كالمرآة لا حجاب عليها. ده كانوا بيدينا معنى لكلمة وجوه مكشوفة أو وجه مكشوف. نتجلى من مجد إلى مجد لنشابه الصورة الواحدة عينها، وذلك بفعل الرب الروح. فكأنه هنا بيوضح لنا أنه التغيير من خلال قعدتي مع الرب، ومن خلال كلمة الرب اللي هي كلمة قادرة، زي ما الكتاب بيعلمنا. يعني لو أمكن ممكن أتابع مع حضرتك بعض الآيات اللي توضح لنا قدرة الله أو قدرة الكلمة على التغيير. في رسالة العبرانيين أصحاح 4 والآية 12 يقول آية يعني كلنا بنبقى حافظينها، يقول كده: لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. ده إيه اللي بيعمل كده؟ الكلمة. كلمة الله بتبتدي تتعامل مع حياة الإنسان بكاملها، مع الأفكار، مع القلب، مع كل الحياة، وتقدر تغيرها. ويمكن التغيير أوضحه أكتر في بعض الآيات الأخرى. في بولس الرسول كان بيقول لتلميذه تيموثاوس الكلام ده في الرسالة الثانية وأصحاح 3 والآية 15، يقول له كده: وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة
القادرة. فهنا كلمة الله عندها قدرة تعمل إيه؟ بحسب كلام بولس لتيموساوس، القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. فكلمة الله هي اللي بتقدر تاخدني للخلاص، تحكمك للخلاص، بمعنى جاءت في ترجمة أخرى أنها تزودك بالحكمة التي تهدي إلى الخلاص. أنه كلمة الله بتديني الحكمة اللي تقودني للخلاص، بتعرفني طريق الخلاص. الرسول يعقوب بيكتب كمان في أصحاح 1:20 يقول كده: لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. الكلمة المغروسة كلمة الله اللي بتعمل إيه؟ تقدر عندها قدرة أنها تخلص النفس، أنها تخلص، تطرح حب، تطرح أيوة. سلام، نعم. تطرح طمأنينة، تطرح حب للأشخاص والحوالية والناس، وحب الإلهي. أيوة. فده بينعكس على حياتي طبعاً. زي الخطية ما بتطرح أيوة. بتطرح جراح وتطرح ألم وتطرح نعم. فشل نعم. وتطرح سلوكيات سيئة. نعم. نعم. كلمة الله بقى العكس هتكون بتاخدني لأن أنا أنال الخلاص وعيش بالفكر الإلهي، عايش بحسب فكر طرحها في ثمر، ثمر الروح، محبة، فرح، سلام. طبعا طبعا. فهي الكلمة هنا بتقدر أنها تغيرني، تقدر تاخدني لطريق الخلاص. كمان إزاي نقتبس روحه، أعيش روحه يبقى جوايا وعايش فكر المسيح وروحه. تمام. لو سمحتي لحضرتك أقول يعني أنه كلمة الله اللي عندها قدرة، بس يعني إيه تغيرني؟ وبحسب الآية اللي احنا قرناها اللي في كورنثوس الثانية 3:18، يعني إيه لا تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد؟ وجودي مع كلمة الله أو وجودي قدام كلمة الله، وجودي قدام الرب باستمرار بيطبع صورته فيه، بيغيرني، بيحدث التغيير من كتر القعدة قدام الرب. مكتوب عن الرب أنه هو شمس البر، فوجودي أنا قدام شمس البر بيعكس نوره على حياتي. زي مشهد بتاع موسى لما كان لما الرب ظهر له في العلية، نزل وجهه يلمع. تمام. لما كان موسى فوق الجبل وهو بياخد لوحي الشريعة، وفعلا قاعد استمر وقت مع الرب، ولأنه كان عنده طلبة، كان موسى عنده طلبة في خروج 33 والآية 18 يقول كده عن موسى أنه قال للرب: أريني مجدك، أنا عايز أشوفك، أنا عايز أستمتع بالمجد ده. وفعلا الرب عمل معاه كده، وراه له مجده. فنزل موسى، لما نزل يقول عن الكتاب أنه ما كانش عارف أن جلد وجهه بيلمع، لكن هو فعلا كان وجهه بيعكس نور. النور ده جاي منين؟ هو كان طالع كمان يأسس يطلب حاجة، ما كانش متخيل ان هو خلاص انا هشوف مجد الرب وهحس بيه وده البركة اللي انا عايزها. لكن البركة اللي الله بيبقى عايزها انه بيحب يديني كمان ان الناس تشوف الله في حياتي، تشوفه في شكلي، النعمة. يعني تبص الناس في عينيها تلاقي عينيها مليانة نعمة، وجهها مضيء نعمة. يعني ممكن يكون شكله مش حلو أو شكلها مش حلو، لكن النعمة مدارية كل عيب في الشكل وفي الطباع وفي نعم. هقول لحضرتك كمان شخصية تانية، مش بس موسى. موسى انعكس مجد الرب بالصورة دي، انه نزل وجهه بيلمع لدرجة كان عشان يكلم الشعب لازم يكون فيه برجة اللي هو عشان النور، قوة النور. لكن لما نراجع مثلا حياة استفانوس، في حياة استفانوس بنلاقي انه انعكس مجد الرب عليه، اتغير تغيير. كلمة تغيير هنا لتلك الصورة عينها، ان انا باخد صفات الله، صفات الله بتنطبع فيه. فانا ببقى في الارض مسيح صغير، بعيش زي ما بيقول كده الكتاب، بيقول الرب كده في انجيل متى: فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا اعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. استفانوس لما وهو بيرجم رغم الألم القاسي اللي كان بيواجهه، لكن لأنه كان إنسان روحي من بداية اختيار استفانوس، يقول كده أنه كان مملوء من الروح القدس. فبنشوف فيه آيتين وردوا في الكتاب المقدس
مشابهين جدا لكل الكلام اللي قاله الرب او لكلمات الرب. رب يسوع على الصليب بنلاقيه بيقول كده: يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. كان بيتكلم عن صالبين. وبلاقي استفانوس وهو بيرجم بيقول كلام شبيه لكده: يا رب لا تكن لهم هذه الخطيه. فكانه يعني انطبع فيه صوره الرب فبيقول نفس كلام الرب. كمان الرب يسوع فوق الصليب جاب ايه رائعه قبل موته بلحظات، قال للرب كده او بيخاطب الاب وبيقول: يا ابتاه في يديك استودع روحي. بنلاقي كمان استفانوس بيقول كلام شبيه جدا للكلام ده وهو بيقول كده: ايها الرب يسوع اقبل روحي. فهنا انطبعت صفات الرب ومجد الرب انطبع في حياه استفانوس. فده تغيير ادبي، انا مش بتغير تغيير الاجساد، تغيير الاجساد ده هيكون في السماء لما نروح السماء تتغير الاجساد. لكن الايه اللي وردت في كورنثوس الثانيه 3:18 اللي احنا قرناها: انا بتغير لتلك الصوره عينها تغيير ادبي تدريجي. هنا كل ما بقعد قدام الرب وقدام كلمه الرب بتغير وببتدي اخد صوره الله، بتنطبع فيا صوره الله. الكتاب اترك دلوقتي يا استاذ، كلمه الله اتركت، فالناس تلاقي انك انت بتتسال اسئله: ربنا مش عايزني، ربنا سايبني، انا خلاص انا ضعت، انا رحت العالم، الكلام ده كله اللي هو الكلام السلبي اللي الانسان بيقوله على نفسه. وتبص لما تيجي تسال عن الحقيقه يقول لك: لا انا مش بقرا في الكتاب، انا مش وبيكتفوا كمان. انا ده حتى انا حابه ان انا اتكلم عنها، الكتاب الالكتروني. لا، الكتاب ده مهم جدا ان انا امسك كلمه الله طبعًا. كتابي واقعد اقرا فيه. طبعا طبعا. الكتاب الالكتروني دي تكنولوجيا حلوه، بان انا مثلا لو انا في مواصلات فينفع اطلع الموبايل اللي عليه الكتاب وابتدي اقرا فيه، او لو انا في يعني في اي مكان زي مثلا الكتاب المقدس المسموع، كان مهم جدا في وقت انه لو انا عندي شغل او ظروف معينه فبينفع ان وانا بتحرك وانا بشتغل اكون بسمع الكتاب المقدس. لكن الكتاب المكتوب كلمه الله دي مهمه جدا، يعني ان انا اكون في ايد الكتاب نفسه ده مهم جدا. لانه يعني انا عايز اقول لك ان في بعض الناس بالنسبه لهم الكتاب يعني حتى الايه علشان يطلع ايه ما يعرفش يطلعها غير في كتابه، يعني ده كتابي الخاص بيا فانا بعرف اتعامل من خلال كتابي. فالكتاب المقدس لأن الله ده اللي تركونا، وده مهم جدا ان يكون في حياتي ان انا اقعد قدامه وفي اي وقت متاح بغض النظر عن الكتاب الالكتروني، لكن الكلمه المكتوبه الورقيه دي مهمه جدا جدا جدا. الناس حضرتك بتقولي بعض الناس او شويه الناس بدوا يتركوا الكتاب المقدس، ده خطر كبير، لانه لو انا تركت كلمه الله فانا يعني هتخبط، لانه ومش هكون زيه. طبعا كتاب يعلمنا كده في مزمور 119 والآية 105: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. بدون كلمة الله مش هعرف الطريق، مش هعرف النور. في أعمال 20:32، معلش أنا بقول بعض الآيات. لا طبعا. في أعمال 20:32 يقول كده الكاتب سفر الأعمال، يقول الكتاب كده: والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين. يمكن قلنا بعض الآيات فيها كلمة القادرة، فلو أنا بعدت عن كلمة الله فمفيش القدرة اللي أنا بيها أنال الخلاص واللي أنا بيها أتغير، هفضل إنسان أرضي، إنسان جسدي، إنسان مرتبط بالأرض. لكن عشان يحصل التغيير لازم أجرب من كلمة الرب. كلمة الرب هي اللي تنقيني، هي اللي تغسلني، هي كمان اللي تطبع فيها صورة المسيح. في ناس يحملوا المسيحية لكن ما يحملوش صفات المسيحية، نقدر نوصفهم بأنهم مؤمنين جسديين. إزاي الناس دي تقدر إن هي تتخلص من قصة الإيمان الجسدي ويبقى إيمان روحي تعكس صورة المسيح؟ لأن ده أخطر حاجة الإنسان ممكن يقع فيها يا أساس. يعني الخطيئة خلاص معروف وهو عارف نفسه، لكن مشكلة كبيرة جدا المؤمن الجسدي اللي هو ما بيبقاش عارف أنا خاطي أو أنا مش في ما يليق بالتوبة.
ازاي يعكس صورة المسيح؟ ازاي الشخص ده يتغير ويعكس صورة المسيح؟ تمام. كل انسان اتولد لانه زي ما الكتاب بيعلمنا انه مولود بالخطيه، فكلمة الله قوتها في التغيير، تغير اي بشر. مفيش انسان مهما تكون خطايا على وجه الارض الا ما انه فعلا ليه خلاص. الرب لما جه مكتوب عنه كده انه حب العالم وجاي لاجل كل العالم، فعشان كده ايا كانت خطايا الانسان وايا كانت شروره وايا كان ارتباطه بالارض، لكن ينفع يتغير من خلال كلمة الله ومن خلال اقترابه للرب، من خلال ان انا اجي للرب وابتدي اضع نفسي بين ايديه، كلمة الله فعلا تقدر تغيرني. الرسول يعقوب لو سمحتيني في اصحاح 4 من آية 7 لآية 10 بيوضح لينا بعض الأفكار أقولها بسرعة. بيقول كده: فاخضعوا لله، قوموا إبليس فيهرب منكم، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين، اكتئبوا ونوحوا وابكوا ليتحول ضحككم إلى نوح وفرحكم إلى غم، اتضعوا قدام الله فيرفعكم. واحنا نتكلم دلوقتي عن ازاي وانا لو انسان لو انا عايش في الخطيه ازاي اكون فعلا اتحول ابقى قديس، وازاي اتغير من طبيعتي الخاطئه الفاسده. الرسول يعقوب هنا ادانا بعض المواصفات، حوالي 5 افكار تغير في حياتي. الفكره الاولى يقول اخضعوا لله، حياه الخضوع، ان ازاي اخضع لكلمه الرب. الكلمه المقدسه بتعلمني ان لما اخضع ليها بتغيرني، لانه وصايا الله موجوده في الكتاب المقدس، فخضوع الوصايا يغيرني. كمان بيقول كده: قوموا ابليس، دي الفكره الثانيه، قوموا ابليس فيهرب منكم. مهم ان انا يعني ايه قوم ابليس؟ يعني ما تنفذوش ما نفذوش لرغبته. تمام. كل ما يقول لي حاجه انا برفضه، انا اللي ما ينفعش ان انا اكمل في خطته او امشي ورا افكاره، ارفض افكاره. تمام كده، لان احنا مش جاهلين برضه، ما انا مش جاهلين نجهل افكاره، لكن نعم. يكون عندنا أبقى فيها مميز مع ربنا، مديني عقل ومديني فكر عشان أميز بين الغلط وبين الصح وبين بين الفكر الشيطاني وبين الفكر المسيحي. وكلمة الله هنا والرب والنعمة هيساعدوني إن أنا أعمل إيه؟ نعمة الله تساعدني إن أنا طالما رفضت أعيش لإبليس فهينفع إن أنا أكمل فعلا مع الرب. فاخضعوا لله، قوموا إبليس فيهرب منكم. يقول كمان بعد كده في آية 8: اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم، نقوا أيديكم. عايز أقول حاجة في النقطة دي يا أستاذ. اتفضل. في فرق كمان بين إنسان بيقبل لله وبيرفض أعمال إبليس، في فرق بين إنسان عاجبه الوضع ومش عايز، في فرق بين إنسان بيروح ياخد يتقدم على مائدة الرب سواء كان في 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 العشاء الرباني او في قدام الهيكل في القداس، وهو عنده خطيه معينه ربطه بيها ابليس، لكن هو رايح وبيقول للرب انا ديني بروح بس انا اللي مش انا مش قادر، ابليس ربطني بس انا مش عايز. وفي فرق بين ان اروح وابقى عايش الحياه دي وعاجبني، فالاثنين في فرق. فانا عايزه اوضح ان قدام كلمه الله اللي مش قادر وتعبان لما يروح قدام كلمه الله هيتغير. تمام. يمكن عكس اللي هو بقى ايه عاجبه يعني. تمام، ده يمكن واضح قوي في القصه المعروفه في الكتاب المقدس. كمان عاجبه وبيروح فمش هيتغير. ايوه تمام. ما انا هقول حضرتك القصه اللي هي قصة الفريسي والعشار. الاثنين راحوا يصلوا، الفريسي كان عايش بالوضع، اللهم إني أشكرك أن لست مثل باقي الناس، وابتدى يقول خطايا الناس، فهو حاسس نفسه أفضل من كل الناس، فبالتالي لم يبرر. لكن يقول الكتاب عن العشار اللي هو حضرتك بتقولي بقى أنه هو رايح ومتكل على النعمة، يا رب أنا مش عايز أمشي وراء إبليس وأنا متكل على نعمتك، أنا ما عنديش قدرة لكن في قدرة في نعمتك. فعشان كده يقول عنه الكتاب انه الصلاه اللي صلاها صلاه قصيره وصغيره لكن كان فيها معاني رائعه، اللهم ارحمني انا الخاطئ. يقول عنه الكتاب: نزل الى بيته مبررا، نال التبرير، لان كان عنده النيه انه يعمل ايه؟ يتغير. اقول مره ثانيه لحضرتك: مهما كانت خطايا الانسان وارتباطه بالعالم
لكن ينفع يتغير لو هو حس انه محتاج للتغيير. لكن لو هو حس مش محتاج للتغيير مستحيل هيتغير، مستحيل هيتغير. اعظم حاجه ان يسوع كمان عاش البشريه وعارف نقاط الضعف فين. طبعا يعني هو مش قاعد في السماء وحاطط لنا قانون وغافل عنه، لا ده نزل وعاشه. ويمكن احنا كمان في شهر 12 ماشيين في خلاص وهنبتدي في احتفالات الميلاد المقدس، ميلاد المجيد، ان الله بنتذكر في كل مرة يكون فيها احتفال الميلاد ان الله نفسه عاش بشريتي، شاف الوجع وشاف الأنين وشاف عدم التغيير قدام عينه، وشاف الناس قصات القلوب، وشاف الناس اللي طالبة الحب وطالبة الإحسان منه وجواها نكران لذاتها ومحبة للآخرين، عاش البشرية. فده يفرق كمان في ان انا احس بيه وانا بقرأ الكلمة ان ده كلام مش مكتوب وخلاص، لكن كلام الله عاشه وسطينا. طبعا وده بيطمننا، ده يشجعنا كتير انه الرب عاش الوضع وعارف كل الظروف اللي احنا بنمر بيها، حاسس بينا، حاسس بينا، وفيما هو قد تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. فوجوده في الارض طبعا ده يعني كان مهم بالنسبه لنا، لانه انا ماشي في نفس الخط وفي نفس السكه، انا مطمن لانه هو عدى الطريق قدامي. وانا عايز اقول مش بس هو عدى الطريق قدامي، لكن ده وانا ماشي هو معايا، هو مكمل معايا، النعمة مكملة معانا طول الطريق. ممكن تسلمني يا أسيس؟ أمين. حاضر. من كل القلب يا رب بنباركك وبنعظمك لأنك صالح وإلى الأبد رحمتك. نعم رب نشكرك لأنه كلمتك قادرة أن تخلص. أشكرك لأجل الكلمة اللي فعلا يا رب رسالة حية وعظيمة ومباركة لكل حد فينا. أشكرك لأن اقترابنا من الكلمة واقترابنا من شخصك لينا في خلاص ولينا في تغيير. يا رب صلاتي ادينا كلنا في اسم الرب يسوع أنه يكون فعلا ينطبع فينا مجدك، تنطبع فينا صورتك، فنعيش وإحنا بنعلن لكل الناس صورة مجدك يا سيد الرب. الناس يروا فينا شخصك، يروا فينا نورك، يروا فينا جلالك ومجدك، فيعود كل المجد لشخصك والجلالك يا سيدي. صلاتي يدينا فعلا واحنا مكملين تفضل عينينا عليك، فنكتسب منك يا رب فكرك، ونكتسب منك نعمتك يا رب اللي نعيش بيها، ونعلن ده كمان للناس يا سيد. في اسمك يا رب نصلي لك كل المجد. نتغير الى تلك الصورة عينها، ما تخافش منه، روح له هو مستنيك. بشكرك يا أسيس جون، شرفتني في برنامج المتواضع. ربنا يباركك. ربنا يباركك. بشكركم أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة في حلقات برنامجكم عين يسوع، انتظرونا. عيون يسوع حرساني وهي اللي حمياني، وصينا قلبي جوا مني محفوظ في قلب مني. عيون يسوع سنداني وفي محنتي شايفاني، رفعاني في وقت ضعفي، شايلاني في وقت همي. عيون يسوع، عيون يسوع، عيون يسوع، عيون يسوع، عيون يسوع. عيون يسوع دي قوة ومنارة روحي جوة، وفي خوفي هي ظلي، هي رايتي وهي خيلي، دفون وسور حماية، نظراتي ليا راية، شايف فيها ملامحي وبتحكي عنه. عيون يسوع، عيون يسوع.